السلام عليكم متابعين عالم عزال لتعليم الكروشيه والخياطه، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو السابق كنت قلت لكم غتخدموا 4 ديال السطوره بنفس الشكل. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا الكوزه المسطحه الطول اللي ولا فيها، قلت لكم غتزيدوا 4 سطور اخرين بنفس الطريقه اللي كنت قلت لكم اننا كنديروا هنا جوج الاعمده، جوج سلسلات 10 الاعمده، جوج سلسلات 5 الاعمده، وهاد الكوزه الوسط هاد الكورميت الوسط كتبقى تخدم بنفس الطريقه اللي كنخدموا بها هي اللي كتبقى تبدل. وتا هنا كنديروا 5 ديال الاعمده، جوج سلسلات، هنا 10 ديال الاعمده، جوج سلسلات، جوج الاعمده. نتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديال الطول ديال هاد الكوزه المسطحه اللي حصلنا عليه. دابا في هاد الفيديو ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش اننا غنسدوا هاد الكوزه المسطحه. هنا اخر حاجه غنحصلوا عليها هي هاد جوج الاعمده اللي كيكونوا عندنا في الجنب، غنطلعوا بثلاثه ديال السلسلات، 1 2 3، غنقلب الخدمه. وهاد اول دقه غنقزها، غنجي هنا الدقه المواليه غندير العمود الثاني، وغادا نجي هنا في الجنب هنا وغادا ندير العمود الثالث، وغنجي حداه ندير العمود الرابع. دابا هما ولاو عندنا هنا 4 ديال الاعمده. من بعد غندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا، هنا في الثالثه غنخدم العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس، والعمود السادس. غنخدم فقط 6 ديال الاعمده، غنكون مقصد جوج من هاد الجهه وجوج من هاد الجهه. دابا غندير جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا وغنزيد جوج الاعمده، ها واحد ها جوج، وعبش غنزيد عليهم 5 اللي كاينين هنا، غيوليو عندنا 7 ديال الاعمده. ها هما جوج وغنزيدو عليهم هاد 5، ها 3، باش غنحصلو على 7، 4، 5، ها 6، ها 7. ها هما من بعد ما حصلنا على هاد 7 ديال الأعمدة غنعمرو هاد الفراغ بثلاثة ديال الأعمدة، ها 1، ها 2، ها 3. حنا عمرنا دابا هاد الفراغ بثلاثة ديال الأعمدة، وغندوزو نخدمو 5 ديال الاعمده اللي كاين عندنا في الجنب، غنخدمو فوق منهم 5 اخرين وغنزيدو عليهم جوج في الجنب، هي 7. هما غنخدمو دابا فوق من هاد 5، غنخدمو 5، ها 1، ها 2، ها 3، ها 4، ها 5، وغنزيدو عليهم جوج هنا في الجنب، هي 7، ها 6، ها 7. هما دابا ملي حصلنا على هاد 7 الاعمده غنديرو دابا جوج سلسلات، 1 2، غنجيو هنا غنقصو الدقه الاولى لا الثانيه لا، هنا في الثالثه غنخدمو ثاني العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، والعمود الرابع، والعمود الخامس، والعمود السادس. غنخدمو 6 ديال الاعمده، هما عندنا 6 ديال الاعمده كيف هنا عندنا 6 ديال الاعمده. دابا غنديروا جوج سلسلات وغنجيو لهاد الفراغ اللي كاين هنا وغنديروا فيه جوج الاعمده، ها 1 ها 2، وغنزيدوا عليهم هاد جوج اللي عندنا هنا، هي فاش غيوليو عندنا 4، ها 3، وغنخدموا في العمود الاخر 1، هي 4. ها هما 4 ديال الاعمده. من بعد غندير 3 ديال السلسلات، غنقلب الخدمه كيف دائما. هاد اول دقه كنقزها، غنجي للدقه المواليه غندير العمود الثاني. راه دائما دوك ثلاثه السلسلات اللي كنطلعوا بهم في الجنب كنعتبروهم كيف سبق وشرت، كنعتبروهم عمود. دابا غنديروا العمود الثالث، وهنا غنديروا العمود الرابع، وغنزيدوا جوج الاعمده هنا في الجنب، هي 6، العمود الخامس، العمود السادس. ولو عندنا هنا كيف كتشوفوا 6 ديال الاعمده. من بعد غندير جوج سلسلات، غنقص الدقه الاولى لا الثانيه لا، هنا في الثالثه غنخدم العمود الاول والعمود الثاني. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا هاد الكوزه المسطحه ها هي كيف بدات هنا بجوج الاعمده، هنا سالات بجوج الاعمده. دابا غادي ندير جوج سلسلات، وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا غادي نزيد فيه جوج الاعمده، ها 1 ها 2، وغنخدم فوق من هاد 7 اللي عندي، غنخدم 7 زائد هاد 2 هي 9. هما دابا عندي 2
ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية، ها تسعة. مني خدمت هادوك التسع ديال الأعمدة، غنجي دابا غنغلف هاد ثلاثة، غنغلفهم بثلاثة بنصف عمود، ها واحد في نفس المكان. الطريقة راها جد ساهلة. هاد الثاني، هاد الثالث. من بعد ما غلفت هادوك الثلاثة اللي عدي، دابا غندوز غدا نخدم هادوك السبعة ديال الأعمدة اللي عدي. غنخدم سبعة ديال الأعمدة وغنزيد عليهم جوج، هي تسعود، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة. مني خدمت سبعة، غادي نزيد عليهم جوج هنا، هي تسعود، هي دابا حصلت على التسع ديال الأعمدة. ملي حصلت هنا على التسع ديال الأعمدة، درت جوج سلسلات، غنقص الدقة الأولى لا والثانية لا، وهنا في الثالثة غنخدم العمود الأول والعمود الثاني فقط، جوج ديال الأعمدة هنا كيف كتشوفوا. غندير ثاني جوج سلسلات وغنجي لهاد الفراغ اللي كاين هنا، وغادي نزيد جوج الأعمدة، وغنخدم ربعة فوق دوك الربعة اللي عندنا، زائد هاد جوج هي ستة. ها هي دابا عندي جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة. هانتوما كيف ما كتشوفوا، أنا حصلت على ستة ديال الأعمدة هنا، كيف في الجنب ستة، كيف عندي هنا ستة. وانتم كيف كتشوفوا، هي دابا الكوزة هاد المسطحة، هي بانت، هي تسدات. دابا غدا نطلع بثلاثة السلسلات، واحد، جوج، ثلاثة، كنقلب الخدمة. هاد أول دقة كنقزها، غنجي لهاد الدقة الموالية، غندير العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، والعمود الخامس، والعمود السادس، وغنزيد جوج في الجنب هنا، هي سبعة، ها ثمانية. هاهما ثمانية ديال الأعمدة، وغادا ندير جوج سلسلات، وغادا نجي لهنا للجنب، وغادا نزيد جوج الأعمدة، واحد، ها جوج. من بعد ما خدمت هاد جوج الأعمدة، غنخدم هنا فوق من هاد التسعود اللي عندي، غنخدم تسعة ديال الأعمدة. هاهما جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، غيوليو عندي بحال التسعود زائد هادوك الجوج، غيوليو عندي حداش، حداشر عمود اللي غتولي عندي هنايا. جوج، ربعة، ستة، ثمانية، هاد التسعود، عشرة. وضروري تحسبو باش ما يتلفش ليكم الحساب. هما حصلنا على 11 عمود. دابا غندير ثلاثه ديال السلسلات، وغنجي ثاني هنا لهاد اول عمود هنا في دوك التسعود، اول واحد فيهم غنخدم ثاني فوق منهم تسعه ديال الاعمده، وغنزيد جوج في الجنب، هي 11. كيف هنا عندي 11 عمود، حتى هنا غنحصل على 11 عمود. من بعد ما خدمت دوك التسعود، زدت عليهم جوج في الجنب، هي 11. دابا غادي ندير جوج سلسلات، وغادي ندير هنا جوج الاعمده، وزائد هاد جوج، هاد ستة اللي كاينة عندي، هي ثمانية. غنحصلو على ثمانية ديال الأعمدة في هاد الجهة. كيف الجهة الأخرى، حصلنا فيها على ثمانية ديال الأعمدة، تا هنا خاصنا نحصلو على ثمانية ديال الأعمدة. هانتوما كيف ما كتشوفو، هي كيف هنا عندنا 8 ديال الاعمده، هنا عندنا 11 عمود، 3 سلسلات، 11 عمود، جوج سلسلات، 8 ديال الاعمده. دابا في المرحله المواليه غتبقاو دائما كتخدموا هاد الكوزه الصغيره
فوق منها هاد الكوزه المسطحه، ثاني غتعاودوا كوزه صغيره كوزه مسطحه، وفي الوسط هاد الكورميط راه كتبقى الخدمه غاده كيف ما هي، كتبقاو تخدموا حتى كتوصلوا للطول اللي بغيتو. مثلا بغيتو ديروا 42، مثلا بغيتو ديروا 40، على حساب الطول ديال السيده اللي عندكم. من بعد ملي كتخدموا داك الطول اللي بغيتو خاصكم تكونوا مخلين بحساب مثلا كنتو غديروا 42 راه كتخدموا قل من 42 باش كتخليو الطول داك ديال الفتحه. الا كنتو غديروا الفتحه في جلابه راه كديروا 9 سنتيم، كنتو غديروا الفتحه في قرطار راه ممكن كديروا غير 4 سنتيم. يا سكينين شي سيدات كيديروا التقويره كبيره، ممكن ما كنديروش كاع الفتحه، ممكن كنخليوها بحالكم في القفطان كنلصقوها بحال ما هكا، كنجيو نديروا لها غير التشنيف من هنا والتشنيف من هنا وكتبقى كتلصق بحال ما هكا. اما اللي بغيتو ديروا لها اللي كان عندكم قفطان وبغيتو ديروا ليه الفتحه راه كتكتفيو تقريبا بديك 4 سنتيم. اما الا كانت جلابه فضروري غادي نديروا 9 سنتيم. الطريقه ديال باش نخدموا الفتحه ديال الجلابه غنجيو نخدموا غير النص ديال الخدمه، غير حد هنا غنبقاو نخدموا غير هاد الكوزه الصغيره فوق منها كوزه مسطحه كوزه صغيره كوزه مسطحه، غير النص غير حد هنا نخدموا حد هنا ونرجعوا نخدموا حد هنا ونرجعوا حتى نخدموا جهه واحده ديال الفتحه. ملي كنكملوها عاد غادي نهبطوا مع ديك الطواله اللي كتكون عندنا، راه كاين سبق ليا وشرحت لكم في الفيديوهات السابقين الطريقه ديال الفتحه. غنهبطوا بسمت عليها بغرزه حشو، اولا كتقطعوا الخيط وتعاودوا تركبوه من هنا من النص وتعاودوا تخدموا الجهه الاخرى حتى هي تخدموا فيها 9 سنتيم بنفس الحساب اللي كتخدموا به هنا، نفسه غديروا كوزه صغيره كوزه مسطحه كوزه صغيره حتى كتوصلوا ل 9 سنتيم. ملي كتخدموا الفتحات بجوج كتجيو لهنا للجناب ديال هنايا في الجناب ديال نصف طوق وكتزينوا سواء بالضرس المتكي سواء بالتاج الصغير سواء بداك الراس ديال القرنفله. يعني هنا التزيين كيبقى على حساب كل سيده واشنو بغات. انا هنا ما غنصورش معكم الطريقه ديال الفتحه حقاش سبق ليا وشرحتها في كاينه في فيديوهات سابقين في نصف طوق ممكن انكم ترجعوا ليها، ولكن انا شرحت لكم هنايا شفاهيا كيف غديروا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش ان شاء الله دائما نبقى نشارك معكم الجديد ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله.